صديقاتي أصدقائي الكرام، أيضا من باب التوثيق ومن أجل أجيال قادمة، كل تواضع موضة عند اللجان اللي بقى مطرح ما فيه هواة، والبرامج اللي عم تتقدم على التلفزيونات، برامج ضخمة كتير تستقبل هواة العرب المبدعين. المؤسف والمضحك والمبكي بنفس الوقت انه مجرد ما انه احد الهواة لما يسألوه لمين بتغني، اذا قال فريد الاطرش بينزل غضب ربنا يلي اسمه على الارض، ويخترع مختلف الاسباب من ضمنها، والاخطر دائما بيستلموها سواء بالاذاعات او بالتلفزيونات، الله لا يخلينا مش عم بجمل، ولكن بكل اسف بينقال بالحرف الواحد انه يا عمي فريد عملاق لا يمكن تقليده، لا يمكن الغناء له، وهذا كلام حق يراد به باطل. هذا نوع من التصنيم لفريد الأطرش، هذا نوع من إبعاده عن الضوء، هذا نوع من إبعاده عن النجومية باللغة البيئية، النجومية المستدامة اللي بتقطع العصور، خاصة هاي البرامج أكثر شيء مقربة لهالجيل الجديد. والعظمة انه اغاني فريد كلها بدون استثناء يمكن يزمط له 1% من اغانيه، ولكن كلها خرج كل العصور، ونحن مستعدين نناقش مطلق اي مناظرة بهالموضوع هيدا. لذلك وكمثال وبالتفصيل، ما بديش طول التفصيل تفاصيل مملة، لا بس حلو كتير نراجع اغنية مثلا هيدي بتضحط كل اقوالهم، أغنية مثل هلت ليالي حلوة وهنية، وخاصة نحن على أبواب شهر كريم مبارك، يمكن كانت بصمة جميلة أغنية هلت ليالي بهالشهر الرائع، لأنه نحن بهالشهر الرائع جيت على سيرتها كأغنية، كم شخص غنوها وأغلبية الساحقة أبدعوا فيها. ليه؟ لأنه مش مهم أني لما غني لفريد أني قلده، منا تقليد، التقليد خاطئ، مهما قلدته لإنسان هو إيدول فوق ستفشل، بينما تغني لفريد بصوتك اللي ربنا أعطاك إياه، أنا برأيي فرص نجاح أكتر من ممكنة، وإبداع أكتر ممكن، وتجربتنا بكل تواضع كبير بهالمجال على مدى 30-40 سنة. بدي أقول بهاي الغنية، بأغنية رائعة فريد الخالدي اللي غنوها من يعني من الخليج إلى المحيط بمختلف اللهجات، وهي ثقافة فريد وهذا فن فريد. راح عدون إن شاء الله ما تملوا مني، ما راح تملوا بإذن الله، تنبسطوا، كل اللي بيحبوا فريد بيعرف شو اللي عم يصير. فرقة الينبوعاوي بالسعودية، ديانا حداد معروفة كمغنية لبنانية، الفرقة السعودية في جدة، فرقة طرب البحري، عصام قادري، أبو هلال، مصطفى دحلي، كفاح زريقي، فرقة أبو سراج، محمد البنجاوي السعودي، ملتقى المديني السعودي، المنشد أحمد عاصم، محمد مسعود، عبد المنعم الرويسي، مصطفى نجدي، دكتور عبد العزيز سلام، كامل سواس، إيهاب معوض، سالم بحميش، مهندس محمود أبو خضرة، ياسر الحرمي، عبد الصمد، وديع شوفاني، كورال الفن الأصيل، محمد يوسف، عبد العلي بعيون، أحمد الداعور، وليد نجم، محمد موسى، محمد العربي، الأوتار الذهبية، فرقة جدة، مجموعة مكة، عاطف إمام، فرقة أطياف الخليجية، سعيد نور، فريق جنة، يوسف أتامنا، حسام فتحي، مصطفى مرسي، شريف محمود، فريق ميوزيك دريم، رشيد بوقسطيطايا، فرقة الماسة للفنون، طارق غالي، إليا حران، نحن صرنا برقم 46 في ليستا لندن، ده بال127 اسم. بدي أقول بس هودي الأسماء من آخر نقطة بأجدير على المحيط العربي الأطلنطي، على المحيط الأطلنطي آخر مدينة عربية، إلى الخليج، إلى الشرق العربي، كل
إنسان بيحب يغني برمضان وأغنية رمضانية دغري بتخطر على البال مباشرة هلك ليالي. وهيدي تضحط بكل مقاييس عموديا وأفقيا كل الناس اللي بيحاولوا يبعدوا الهواة عن فريد، وخاصة في ناس اللي تغنوا هلك ليالي بالذات بحد ذاتها، وكل الأسف كسفوا وأخذوهم إلى محل آخر. لم يرفضوا ولكن أخذوهم لمحل آخر، لأنه في ناس أنا باعتهم وخبروني بكل شيء، لأنه قالوا يعني بكل أسف بيصدموا للواحد. بس حفاظا على حب للفن أوكي فليكن، بس هي جريمة حقيقية. أنا جريمة إذا إنسان بحب فريد أو بحب عبد الحليم، بحب عبد الوهاب، بحب أم كلثوم، بحب وديع، بحب فيروز، بحب صباح، بحب مصري، بحب المغرب، بحب الخليج، أغاني الخليجية الرائعة بيمطر بها العظيمين من طلال المداح لكلهم للعظيمين. يعني شيء مؤسف إنه إنسان رايح تيغني لمطرب بحبه إني أنا حوله لمطرب آخر، وهيدي جريمة موصوفة في عالم الفن. لأنه قديش نحن بعاد عن دول غربية، خاصة دول غربية، لما أغني مثل بوهام بغنوها، مش بس الزفور بغنوها، كل المطربين الكبار بفرنسا، لما أغني مثل لفاي مورت الأوراق الميتة اللي بغنيها جاك بريل وإيف مونتان وسبعة ثمانية غيرهم، ما حدا بيستحي، كلنا سواسي بهالدنيا. وقديش عظيم الأغنية نفسها بحد ذاتها، كانت يا ريت أيام الكبار عمالقة زمن جميل يغنوها نفس الأشخاص العظيمين نفس الأغنية. قديش كل واحد اعطاها من نكهة خاصة فيه، وقديش تركوا أثر جميل للعالم، وهذا مقياس حقيقي لحضارة الأمم. يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله تكون عجبتكم.